الشباب اللي عايزين موضوع، جبنا لكم موضوع النهاردة. ده كبوت جديد اتعلق كده، مترش برايمر ويت ان ويت، بعدين بويا، بعدين لؤلؤ، بعدين الورنيش. المشكلة بقى ظهرت هنا اهوت. يعني الكبوت مرشوش، بصوا عامل ازاي في الخيال بتاع اللمبة. ده مش دست، ده مش تراب. والجنب التاني نفس الموضوع. بصوا تحسوا ان هو هادت بالرغم ان الرفرف ده مرشوش معاه. رفرف ما شاء الله مفهوش ولا الهوا. ومعاه الصدامات، صدام خلفي وصدام امامي. الكبوت بس اللي ظهر فيه الموضوع ده. يا ترى ليه بقى؟